حسبنا الله ونعم الوكيل في شيماء وغادة وموظفين بنك الريف فرع فابوس. رمضان داخل علينا ومش معانا حاجة ولا قادرين نجيب لها عيالنا لبس العيد ولا نأكلهم. احنا شغالين باليومية مش حلتنا حاجة ولا موظفين ولا حلتنا حاجة. ليه بيعملوا فينا كده؟ احنا بالناس حسبي الله ونعم الوكيل فيها بتعمل فينا كده اللي هي جارتنا دي خاينة العيش والملح اللي خانت بلد كاملة. دي خاينة العيش والملح هتدخلنا السجن. هنسيب ولادنا ونخش السجن؟ هنعيد في السجن ولا هنقضي رمضان فين؟ هنقضيه في الحبس؟ مش معانا ندفع حسبي الله ونعم الوكيل فيها. هنقضيه في الحبس ولا هنقضي رمضان فين؟ احنا معانا ندفع الالوفات دي منين؟ احنا خدناها ده جلت لنا كرتونة رمضان تودينا في مصيبة في 50,000 و100,000. البيت اللي مش عليه فلوس عليه 150,000 جنيه. الناس دي تجيب منين الناس الغلابة دي؟ احنا عمالين نلف من المحكمة للمركز من فابوس للزجاجيك بنستلف فلوس عشان ندفع عشان أجرة السكة. نروح فين؟ مش قادرين نأكل عيالنا. الدنيا راحت فين؟ احنا بنناشد المسؤولين، احنا بنناشد البلد كله. فين الحكومة؟ فين المسؤولين؟ فين الدولة؟ ست زي دي كده قادرة تمشي؟ ست زي دي كده مش نظرها وتعبانة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. دي كده تروح فين دي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ابنها عنده 5 إخوات وخمس بنات، تروح فين بأولاده؟ مساء الخير متابعي موقع بصراحة، معكم أسماء مصطفى مراسلة محافظة الشرقية، موجودين مع حضراتكم في واقعة مؤسفة شهدتها محافظة الشرقية. كلنا في الفترة اللي فاتت سمعنا عن المستريح، لكن النهاردة احنا معانا 3 ستات مستريحين، يعني نصبوا على الستات اللي حضراتكم شايفينها دول. 3 ستات نصبوا على الناس دي بحجة قالوا لهم احنا هنجيب لكم بطاطين ونجيب لكم كمان كراتين رمضان، صح كده؟ بس كل اللي عايزينه ان احنا ناخد البطايق بتاعتكم. الناس طبعا يعني للأسف صدقت الكلام، ادوهم البطايق. جارتكم يعني اللي عملت فيكم جارتكم؟ جارتنا بقالها 15 سنة عايشة معانا. للأسف صدقوهم يعني وادوهم البطايق، وللأسف اتنصب عليهم بطريقة بشعة، يعني اتنصب عليهم أخدت قروض بالبطايق بتاعتهم. وقعة مؤسفة جدا يعني شهادتها مدينة فاقوس. احنا هنعرف دلوقتي اللي حصل بالظبط وازاي الناس دي مهددة بالحبس. ويمكن حضراتكم يعني لفت نظري الست اللي حضراتكم شايفينها دي، يعني ربنا يا رب يشفيها ويعافيها. ست كفيفة وجاية من فاقوس. قولي يا حاجة عايزة تقولي ايه؟ الله ونعم الوكيل فيها يا رب. حب ما انت عالم بيه. الله يسأل فوجة السكة. الله حسب الله ونعم الوكيل. وهي عارفة بيته شايفان. ابني ارزاقي. مش لاقي ابني يصرفهم على عياله. واحدة حدها دمور في المخ. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بتخبط راسها في الحيطة والله. والله بتخبط راسها في الحيطة وشوفوا راسها عامل زي بالورق. لا اله الا الله. ايوه شفتها. نصبوا عليكم ازاي يا حاجه؟ قولي لي واديتوهم الامان ازاي؟ عظيم الناس دي كلها عارفه. يعني هي جت قالت لك هاتي بطاقتك. هاتي بطاقتك علشان هجيب لك كرتونه رمضان. انت وابنك ومرتك. بسطنا. اديتيها بطاقتك وبطاقه ابنك؟ الصور. ولغايه النهارده يا حبيبه قلبي مش شفنا حاجه. مش فيش منها حاجه. لما الناس عرفت اكتشفتوا ازاي ان هي واخده كروت؟ انت واخد من كارت تاني وما سددتش. انت جايب لا معلش قولي تاني، انت عرفتوا ازاي؟ قولي تاني. واحد رايح يجيب كارت، واحد عادي من البلد من عندكم. من بنك حكومي. فقالوا لا ده انت واخد بنك كارت من بنك الريف وما سددتوش. دول من الضحايا. من الضحايا. هي نصبت على كام حد؟ نصب على بلد كامله، اكتر من 500 حد. بلد كامله بلد عندكم نصبت عليها كلها. كلها البيت منه 4 و3 بمساعدة الثلاثة اللي شغالين. نجيب إفادة هارون. يعني ورق ان انت ما خدتيش كارد. انا ايه اللي يوديني البنك؟ ايه اللي يضمني ان انتوا مش تمضوني على الكارد؟ ولا حد هناك يهددنا؟ احنا ستات ومش معانا حاجة. المفروض يقفوا معانا والبلد تقف معانا والحكومة تقف معانا. عشان بس الشبكة عملت عذرا للمشاهدين. امسكي بس ايديها الحاجه كده، تعالي الناحيه دي. يا ريت هنا عشان بس ايه نعرف. على مهلك على مهلك على مهلك يا حاج. بس كملي قولي لي بقى. اكتشفتوا ان هم اخدوا بطايقكم وعملوا وجابوا قروض على بطايقكم. واحنا غلابه بننبسط بالكرتون.
يعني انت يا حاده جت قالت لك هي جارتكم اصلا عشان كده اديتوها الامان من البلد من عندها. امان عايشه معانا بقالها 15 سنه جارتنا. جارتنا وعايشه معانا. انتوا عارفينها من البلد يا حاجه من عندكم. معانا في نفس البلد. ما خفتوش وانتوا بتدوها البطايق؟ لا لا مأمنين لها. مأمنين لها. احنا مدينها لها. وهي جارتنا. هي جارتنا الصبح. احنا ناس غلابه لا بنقرا ولا بنكتب. قولي لي يا حاجه انت بقى يعني طلع ايه اللي عليكي؟ واخده كارد بايه؟ احنا علينا اني وابني ومرت ابني جايبه علينا 54000. عليكي انت 54000 جنيه؟ اني وابني ومرت ابني. وانت ما خدتيش حاجه؟ ما خدتش يا حبيبتي. والله ما اعرف عمرنا ما نعرف البنت ده. وخلي بالك ضربونا بالحديد. ابني انا معايا ضربونا بالحديد. اسمعها بس. معاكي يا حاجه اتكلمي. ابني معاه بنت اربع بنات. واحده عندها ضمور في المخ وحدها كهرباء زي اللي هي دي. والله بتقلع شعرها. لا اله الا الله. بترصها في الحيطه بطاير. كل شهر يروح يعمل لها اشاعه 350. وابني مش معاه يجيب. والتاني حاجه تروح انا عايزه 7000 جنيه. عمال انت اتنصب عليكي في كام؟ اتنصب عليكي 35. عرفتي ان عليكي 35000 جنيه للبنك؟ رحت لقيت البنك مسدود منهم خمس شهور ولسه الباقي. بيقول لي تدفعي في الشهر 3700. قلت له انت اصلا كنت واخده كارد؟ عمري ما رحت البنك ده. عمري ما رحت ولا اعرف طريق. عمرنا ما رحنا ده. احنا خدنا انت كام يا حاجه؟ قولي لي انت كام اخدوا يا لا مش مقدمه على 5 وادتهم لي 4 وهتسدهم 6. اروح بسد وماشي والله ومسا لغايه ما اقول لك لغايه شهر واحد. هم بيقولوا ده انت عليك 52000 جنيه. لقيتي 52000 جنيه وهي واخده 4000. بس انا يعني عايزه اقول لحضراتكم يعني انت كنت واخده قرض اصلا ب 4000 بس زودت بقى. يعني هي عملت كده بمساعده الناس الموظفين داخل البنك. غاده وخالد ده جوزها موظفين في البنك. هم اللي ساعدوها على كده. هم في الحبس دلوقتي معاها وهم بدهم يخرجوها من السجن. هي وغاده دي شيماء وغاده لما عرفت هم ما يطلعوا من السجن احنا اللي نخش. هو تم القبض عليهم. لا عايزاه بس عشان البس شغال. عايزاه. طلباتكم ايه النهارده يا جماعه؟ طلباتنا احنا عايزين القصاص. بنطلب القصاص في غاده وشيماء وكل اللي نطلب عليه. بلد السجن مفروض يعني ده كده انتوا مديونين للبنك. انتوا ما خدتوش حاجه اصلا. معانا وروحنا واحده ضربه جديده ومش معانا موظفين عشان حبيبه قلبي والنبي وهي واخده. معاكي يا حاجه قولي انت عايزه ايه؟ اسمعي بس روحنا جنب. وانا جايبه عليا 49000. انت عليكي 49000 جنيه؟ روحي والله يا بنت لا اعرف فين ولا جابت لنا اي حاجه. قالت البطاقه لما جابت لنا اي حاجه. نبص نلاقي ايه؟ رايحين يستعلموا لقينا علينا بطاقتنا. اني بطلت عليها 49. انت عليكي كام يا حاجه؟ 49. 49000 جنيه. ما خدتيش اي حاجه؟ والله ما خدت اي حاجه قطعي ولا رحنا. شفت قد ايه؟ 35000. وانت عليكي 35000. انا عليا انا اللي اتفقت منهم الاربعه. انا عليا جات له جلطه صعبه 35000. لما عرف لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والله ان الله العظيم ربنا هو اللي يعلم. ربنا يعلم بالناس ولا حلش ولا حلش. والله ربنا يعلم بالناس. احنا اصواتنا دي توصل للمسؤولين. الخيم في هدومها فين؟ هنسجن؟ طب لما ندخل السجن عيالنا هتروح فين؟ هتتشرد؟ احنا بنناشد المسؤولين. احنا هنروح فين؟ بنناشد المسؤولين وبنناشد الحكومه وبنناشد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا وراك يا راي. والله بهرجونا. اتصلوا عليهم يقولوا تعالوا سيبوا العالم. بقول ايه؟ بقول ايه؟ تروحي كنيسه، تروحي الجامع، تروحي اي مكان، لفوا في الشارع، المهم ان انت تجيبي فلوس. تشحتي وتسجن. يعني زي ما حضراتكم متابعين معانا واقعه مؤسفه شهادتها مدينه فاقوس. يعني الواقعه مؤسفه جدا. الناس دي ناموا صحيوا ولقوا عليهم فلوس للبنك. والله مش عارفين نعمل ايه. يعني واقعه ولا في الخيال. عمرها ما حصلت. عمرها ما حصلت الحته دي. ازاي حصل كده؟ واحده جارتهم في البلد قالت لهم انا هجيب لكم كرتونه رمضان وهساعدكم بمساعدات، بس كل اللي عايزاه ان انا عايزه البطايق بتاعتكم. الناس بحسن نيه ادوها البطايق. الست دي جارتهم في البلد ومن البلد تعرف ثلاث موظفين في البنك. للاسف هم اللي عملوا القصة دي كلها واللعبة دي كلها عليهم. كل واحد مديون بأرقام. ايه؟ انا ريماني محمد حسين وعملت محاضر بالكلام ده.
طبعا الله ونعم الوكيل فيه. الناس اللي حضراتكم شايفينها ده الله يكون في عونهم، يمكن لفت نظر الست الكبيره الست الحاجه اللي حضراتكم شايفينها دي كفيفه، ربنا يكون في عونها، جايه من فاقوس النهارده الزقازيق عشان المحضر، وكل واحد وراه قصه، كل واحد ابنها شغال باليوميه، بقالنا يومين ثلاثه احنا نروح وسالفين الاجر على الناس الغلابه، مش معاك ان شاء الله حقكم يرجع لكم يا رب. احنا بنناشد، احنا وراك يا سياده الريس، احنا وراك واقفين وراك قدامك يا سياده الريس، احنا وراك يا سياده الريس، غيث الناس الغلابه. طلباتكم النهارده يعني انتوا عايزين طبعا سياده الريس عبد الفتاح السيسي، احنا واقفين وراه وقدامه يطلعنا من اللي احنا فيه ان شاء الله باذن الله. شيل عنا الهم ده، شيل عنا الهم ده، تقدر ابني العظيم يا رب، لو حطوني في الناس داخل على الناس والناس غلابه حاجه. ايوه معاكي يا حاج، والله قلبي معاكي، وبناشد السيد الريس يساعد ابني. انت اسمك حاجه ايه؟ اسمي ام رزق عبد الرحمن محمد. الحاجه ايه؟ الشهر ام رزق عبد الرحمن محمد، الحاجه ام رزق. اه بس الشهره صراحه يمكن انا بصراحه شخصيا يعني الحاجه ام رزق مقصره فيا جدا، ان يعني جايه مشوار وجايه تعبانه، والله يكون في عونها، نتنصب عليها بالطريقه البشعه دي. حول ولا قوه الا بالله العظيم، على عيني يا يما، ربنا يشفيكي ويعافيكي وان شاء الله حقك يرجع لك يا جماعه باذن الله. يقدر ابني ويشوف بيتي مهدود ازاي، بالله عليك تنشدي. حاضر والله احنا بس مباشر. اه والله يبص الي انا وابني ويدولوا عياله، يعني القاضي لو حكم معايا الدفع للحبس هقول احبسني، انا مش معايا اكل. لا حول ولا قوه الا بالله، والله ما معايا حاجه، والله ولا شحنتنا حاجه، لا اله الا الله. انا بنتي ده في جنب، ربنا هو اللي يعلم بينا. مناشده 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 يعني لمصر كلها، مش مش يعني، والمدير امن الشرقيه يعني واقعه بجد، ولا في الخيال اللي احنا بنسمعه دلوقتي واللي احنا بنشوفه. يعني الناس دي ملهاش اي ذنب، الناس دي كانت نايمه صحيت لقيت عليها فلوس للبنك وهتتحبس، يعني ولا حد انا حد يقول لي ولا حد دلوقتي الحد ما لحقش. لا حول ولا قوه الا بالله، استاذ السيس الله يكرمه يحوش عنا البلد ويجينا ويشوف بيتي وبيت ابني. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ابني بيشتغل باليوميه والله. طب اهدي يا حاجه بس، اهدي. بيشتغل باليوميه، اهي يوم يصلي الفجر ويقعد على الطريق يشوف عربيه على التجر من الجنيتين مانيلا دول. والله معايا اجيب قطره، والله عليا 3000 جنيه للصيدليه ما من قادره اسدهم، يقفوا جانبنا ان شاء الله المشكله دي تتحل يا حاج. يحرجوا عنا يا حبيبي، تتبهدلنا يعني، وقع مقصفه يعني والله. لا اله الا الله، نيجي منين؟ ربنا ان شاء الله، ان شاء الله المشكله دي هتتحل ان شاء الله باذن الله. الواقعه دي حصلت في مدينه فاقوس في محافظه الشرقيه، زي ما قلت لحضراتكم الناس نامت صحيت لقت نفسها عليها قروض. احنا معانا بقى دلوقتي سياده المستشار، انا اتفضل تعالى جنبهم كده بعد اذنك، عرفني بنفسك وقول لي ازاي الناس تنام تقوم تلاقي عليها قروض يا فندم، حضرتك المحامي بتاعهم. قول لي اسم حضرتك ايه؟ محمد الحسين المحامي يا فندم، محامي الضحايا او بعض الضحايا، ضحايا البنك الريفي، تمام، فرع فاقوس. دلوقتي يا فندم الناس ديت زي ما انتوا عندكم حضرتك صحيت نامت صحيت لقيت عليها قروض، تمام. الناس ديت اتلعبت عليها لعبه يعني اقذر الحاجات اللي احنا هنقول عليها ان هم لعبوا على الاحتيال. طب انا في سؤال عايز اساله، هو المفروض الكارد، يعني انا ما سالتش السؤال ده ليهم لان هم برضو يعني ممكن يكونوا مش عارفين، المفروض الكارد ده لما الواحد بيروح ياخده بيمضي، ان ازاي هم ما مضوش وازاي طلع؟ يا فندم اللعبه اتلعبت ان الموظفه اللي في البنك هي اللي قامت بالدور ده. هي اللي قامت بالدور ده، هي اللي جابت البطايق عن طريق السمسره، تمام، ودخلت بيها البنك، تمام، واقترضت بيها المبالغ ديت على اساس ان الناس ديت واخده، فاجئوا بعد كده ان الناس ديت عليها قروض، والناس ديت ما تعلمش اصلا بالقروض. وضع الناس دي دلوقتي يا سياده المستشار، وضع الناس دي دلوقتي، الناس اللي مش عليها قروض، الناس اللي ما راحتش اصلا البنك وما دفع وما خدتش قرض، تمام، هي مش عليها اي مديونيه ولا عليها اي حاجه، بس دلوقتي هم بيلعبوا على اعصابهم وبيلعبوا على يعني الجهل بالقانون بالنسبه لهم، اللي هم لو مش دفعتوا هتتحبسوا. وفي ناس مثلا راحت عشان تدفع او راحت عشان ان هي تشوف اللي عليها ايه، قالوا لهم مثلا انتوا عليكم 20، طب هتدفعوا 10 ونسيب لكم 10، انت ازاي بتطالبني بالفلوس اصلا وانت عارف ان انا ما اخترتهاش؟ ده بالاضافه للناس اللي واخده فلوس برضه، عشان في شق تاني ان في ناس واخده فلوس 3000 10000 5000 15000 اقساط، لقوا نفسهم عليهم 40 و50 و60000. الوضع القانوني بتاع الناس دي يا فندم؟ الوضع القانوني احنا عاملين طبعا محاضر، متقدمين محاضر، تمام، ومستنيين ان شاء الله النيابه العامه بتكمل بتباشر التحقيق. وضع الناس ديت ان شاء الله احنا بس بنناشد النيابه العامه ان هي تجبر بخاطر الناس ديت، وانها تقف معاهم في حاله واحده بس، ان هي تتحفظ على الاوراق اللي موجوده في البنك.
لحين صدور قرار في القضية أو لحين الحكم في القضية. وأنا بقول للبنك النهاردة أنت لو معاك أي ورقة أو أي إثبات إن الناس دي واخدة فلوس ارفع عليهم. أنا لسه بقول لحضرتك مفروض الناس دي تكون ماضية، ده اللي احنا نعرفه. بقول النهاردة للبنك يعني أنت جاي النهاردة تطالبني علشان النهاردة أنا النهاردة لحد امبارح موظفين من البنك ومناديب من البنك نزلت لحد الناس امبارح وبتطالبوا بالقروض وبتصلوا بيهم وبقول لهم لو مش خلصوا هتتحبسوا. طبعا ده ابتزاز وتهديد وده قصة احنا ما نرضاش بيها. انت عارف ان فلان ده عليه قرض ومعاك ما يفيد ومعاك اثباتات ومعاك ضمان ليه، ارفع ورقك تمام خد اجراءاتك القانونيه. هي اتاجلت لبكره؟ هي اتاجلت ان شاء الله لبكره عشان التجديد ان شاء الله. مش هتابع مع حضرتك باذن الله. مش مرسي زي ما حضراتكم تابعتوا معانا واقعه مؤسفه شهادتها مدينه فاقوس. الناس اللي حضراتكم شايفينها دي ناموا صحوا لقوا عليهم فلوس للبنك، يعني ربنا معاهم الله يكون في عونهم. كل اللي بيطلبوه الناس دي يعني ما خدوش حاجه، يعني عايزين كل الناس تقف جنبهم، كل المسؤولين. الناس دي ما خدتش اي حاجه من البنك للاسف عشان نيتهم يعني حسن النيه، وما خدوش خوانا من الست اللي عندهم من البلد جارتهم. يعني واقعة مؤسفه جدا، ربنا معاهم يا رب. يشوفنا ويشوف بقيه معاكم. اسماء مصطفى مرسة محافظه الشرقيه من موقع بصراحه.